من تل أبيب ينضم إلينا الدبلوماسي الأمريكي السابق والمبعوث الأسبق لعملية السلام في الشرق الأوسط دانس روس. مرحبا بك سيد روس. برأيك ما سبب ضعف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والذي يتجلى اليوم بشكل كبير في عدم التوصل إلى حل في الصراع الدائر بين إسرائيل وعدة أطراف إقليمية؟ لن أقول أن الولايات المتحدة هي ضعيفة في الشرق الأوسط. من المثير للاهتمام أن دولة على سبيل المثال مثل السعودية تود إبرام اتفاقية معهم. لدينا قدرة إذن كبيرة جدا في المنطقة. لسنا ضعفاء، لا نستطيع أن نحدد ما ستفعل أي دولة أخرى. لم يكن ذلك صحيحا أبدا. لم نستطع أن نتوقع أو نفرض نتيجة. إن كنا استطعنا أن نستخدم نفوذنا، نعم، هذا أمر تركز عليه الولايات المتحدة حاليا وإدارة بايدن حتى بعد الانتخابات وقبل أن يتولى الرئيس الجديد السلطة. سنبذل جهدا لنضع إذا طريق مختلفة، وأيضا اليوم التالي بعد الانتخابات أو بعد نهاية الحرب. نعرف أن أيضا حزب الله وحماس ضعيفة بشكل كبير، فوكلاء إيران الأساسية في المنطقة ضعفت وانقضى عليها بشكل كبير. ما ننظر إليه هو قدرة للتأخير. من الأساسي أن نضع حد لما يحصل في غزة، نضع حد للحرب، ونخلق إذن يوم تالي للفلسطينيين أفضل. سيد روس، أنت تنتقد سياسة بايدن في الكثير من الملفات الخارجية، وترى أن هاريس ربما سوف تسير على خطى بايدن. هل تعتقد أن سياسة ترامب يمكن أن تنجح في إنهاء التوتر الحالي أو عدم توسيعه؟ لست متأكد ما ستكون سياسات ترامب، ولكن باعتقادي سيريد بالطبع أن تنتهي الحرب، وأيضا هاريس أيضا تود إنهاء الحرب. مهما كان إذا الشخص الذي سينتخب سيريد وضع حد الحرب، وأيضا سيؤثر ذلك هنا في إسرائيل وإنهاء الحرب. إذا باعتقادي هناك من الإمكانيات، ولكن كل ذلك يعتمد على ربما قدرة القضاء على حماس بشكل كامل. وحماس أيضا استطعت أن تستغل بعض الثغرات، ومن جهة أخرى أن يكون هناك يوم تالي مجهز، وذلك لمنع إعادة نهوض حماس، وأيضا أن يكون هناك فرصة للسلطة الفلسطينية. هناك عدة أسئلة تطرح، ونحن الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا في المنطقة يمكن أن نعالجها وأن يخلق ذلك مسار مختلف جدا للمستقبل. الأمر ربما يبدو غير مشجع حاليا. سيد روس، في لقاء معك قبل أيام نوهت إلى وجود نقاط إيجابية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. هل هذه النقاط الإيجابية يمكن أن تؤدي إلى اتفاق في الأمد القريب؟ نعم، أعتقد أن هناك إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا باعتقادي وبمقاربتي الشخصية من الأهم التركيز على وضع حد للحرب في غزة وأيضا إطلاق سراح الأسرى. يركزون على وضع حد للحرب وأيضا إطلاق سراح الأسرى، وهذا هو الحل الأفضل، أفضل من الوصول إلى اتفاق أسرى. ولم نستطع التوصل إلى هذا الاتفاق منذ نوفمبر الماضي العام الماضي. من المنطقي إذن وضع حل الحرب أولا قبل اللجوء إلى ذلك. نحن في مرحلة تعمل إسرائيل، ويجب الضمان أن نتبنى خطوة مماثلة وتسمح
يسعوا إلى عدم بناء صفوف حماس مجددا. لم تحقق إسرائيل ما تريد أن تفعله، ولكن يجب إطلاق سراح الأسرى، وأيضا أن يكون هناك مسار جديد نحو المستقبل. في نهاية المطاف على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يجدوا طريقة للتعايش. بالنسبة إلي الإجابة الوحيدة هي حل الدولتين، فهناك شعبين لديهما علاقة بالأرض، إذا لن يختفيا، ويجب لذلك أن يكون هناك حل دولتين، وأن من الضروري أن يكون هناك عمل نحو هذا الهدف. سيد روس، كلما يعني كان الكلام عن الدولتين يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن الحقوق الأمنية لإسرائيل والحاجات الأمنية لها. طيب ماذا عن الفلسطينيين؟ ألا يتوجب مراعاة الحاجات الأمنية لهم مع جيران مثل بن غفير وسموتريتش اليوم؟ نعم. بالتأكيد لن يكون هناك سلام إلا إن حصل الجانبين على الحقوق التامة. الفلسطينيين أيضا لديهم مخاوف ما يتعلق بالأمن، إذا نتحدث عن دولتين لشعبين واعتراف متبادل، وأيضا على الجانبين أن يعترفا أن على الإسرائيليين أن يعترفوا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأيضا يعملوا على ضمان تحقيق هذه الحقوق. ومن جانب آخر أيضا الإسرائيليين يجب أن يتم الاعتراف بحقهم في الانتماء في إسرائيل، على الجانبين أن يفعل ذلك ويحق لهما بالعيش بكل ازدهار وأمان. سيد روس، كل عربي اليوم في هذا المنعطف التاريخي لديه سؤال بالنسبة لمبعوث أمريكي سابق. ما الذي تبقى من اتفاقية أوسلو؟ ما الذي يمكن أن يحل باتفاقية وادي عربة أو كامب ديفيد في ظل هذا التصعيد والمفاجآت التي يشهدها الأقليم؟ Look, I mean, we're at a point where obviously the Oslo process at the end. كما نرى اتفاقية أوسلو لم تؤدي بالنتائج التي كنا نتمناها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نستطيع أن نضع مقاربة في العمل نحو السلام ترضي الطرفين وتناسبهما؟ يجب أن تكون الاتفاقية متصلة بما يحصل على أرض الواقع. هناك ربما تغيير بالحقائق والواقع على الأرض، ربما تأمين ضمانات للطرفين أنه سيتم معالجة احتياجاتهم والأخذ باعتبار مخاوفهم. يجب أن نفكر بمقاربة من الأسفل إلى الأعلى والعكس الصحيح. يجب أن يكون لدينا وجهة نظر ترتكز على الحقائق والواقع على الأرض للضمان أن يتغير الأمر بين الطرفين، وأن يكون متصل بوجهة نظر، وجهة نظر مرتكزة على ما يحصل بشكل واقعي. سيد روس، في حال فازت هاريس، هل يمكن أن تغض واشنطن النظر عن برنامج إيران النووي مقابل عدم توسيع أو عدم إيجاد حرب شاملة في المنطقة قد تنجر إليها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر؟ برأيي قضية قدرات إيران النووية يجب معالجتها، فقد قاموا بتطوير وتخصيب هذه القدرات القريبة من سلاح نووي، فهم أيضا تقول الوكالة الذرية أنه ليس هناك أي أهداف مدنية تدفعهم لتطوير وتخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة. وأيضا كانت هاريس أو ترامب، هناك واقع أن إيران ممكن أن تصل إلى سلاح نووي في السنوات المقبلة، إلا أن تم تبني مقاربة مختلفة. مهما كان الرئيس، يجب أن يتعامل مع هذه القضية.
لكن نحن نسأل عن رئيس بعينه، مجيء ترامب المتشدد في مواقفه إزاء إيران، ألن يشجع إسرائيل بإعادة ضرباتها، وهذه المرة قد تكون ضربات غير منسقة؟ I didn't quite get the question. هل تستطيعني إعادة السؤال؟ نحن نسأل عن مجيء رئيس بعينه، يعني إذا كان الرئيس ترامب، هل تعتقد بأن ترامب كرجل متشدد ضد إيران ومواقفه معروفة ضد طهران، هل سيعطي مسوغات أو مبررات لنتنياهو ليضرب إيران أكثر في المستقبل، وهذه المرة بعمليات فعلاً غير منسقة؟ إن كان ترامب أو هاريس يجب أن يتعاملوا مع قضية النووي الإيراني، وتظنون أن أعطى ترامب الضوء الأخضر لإسرائيل لإطلاق النار على إيران، برأيي سيدعم ذلك أكثر، ولكن سيحاول إيجاد حل لتفادي هذه الحرب لكي يتفادى إذا أيضا تخصيب إضافي، وألا يتحول هذا البرنامج ليصل إلى سلاح نووي، وأيضا كما يتعلق بالضمانات لعدم الوصول إلى سلاح نووي، مهما كان الرئيس يعمل على ذلك. سيد روس، مع تزايد النفوذ الروسي والصيني في الشرق الأوسط، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة ستعيد تقييم استراتيجيتها المتعلقة بنفوذها في هذه المنطقة أمام روسيا والصين؟ وأيضا كيف سينعكس ذلك على الصراعات تلك التي نشهدها في أوكرانيا؟ برأيي هذا سؤال جيد جدا. مسألة أوكرانيا بالتحديد أيضا ستحدد مقاربة الولايات المتحدة المتعلقة بروسيا. مقاربة هاريس ربما ممثلة لمقاربة بايدن، ولكن لا نعلم ما ستكون مقاربة ترامب والمصالح في الشرق الأوسط، ولكن الصينيون لا يريدون أن يكون هناك حرب في الشرق الأوسط، وعكس الروس هم أيضا من أكبر من يستورد النفط، فقد يؤثر ذلك على أسعار النفط، ولكن يتفهمون إن وصلت إيران نهجها وعملها نحو تطوير سلاح نووي، ذلك سيؤثر وسيزيد فرص الحرب في الشرق الأوسط، يحاولون تفادي ذلك. ولكن حتى ولو الولايات المتحدة تتنافس مع الصين، هذا لا يعني أن لا نتشارك مصلحة في محاولة تفادي الحرب، لا نريد أن نرى إشعال الشرق الأوسط، إشعال بواسطة الأسلحة النووية. سيد روس، قبل أن نختم معك، كثير من الجمهور العربي يسأل بشكل مستمر، هل يمكن أن تقوم دولة فلسطينية، أو هل يمكن أن تقوم عملية مكتملة للسلام في المنطقة قبل تخلي الإدارات الأمريكية المتعاقبة عن انحيازها لإسرائيل؟ لأن هذا الانحياز بحسب رأي الجمهور العربي هو السبب في تقوية موقف التيارات المتشددة من الجانبين على حساب تلك التي تريد السلام. يجب أن نتذكر لماذا لم نستطع توصل إلى السلام في عام 2000. رفض إذن تطبيق معايير كلينتون التي كانت باستطاعها تأمين السلام مع العاصمة القدس، وأيضا تقديم أيضا أموال واسعة لإعادة الأعمار
الاستثمار، ولكن رفضت هذه المعايير. إذا لا نستطيع أن نقول أن السبب الوحيد لعدم وجود السلام هو الإسرائيليين، ولكن يجب أن نصل إلى مرحلة يتفق فيها الجانبين، كان الجانب الإسرائيلي والفلسطيني. اليوم الجانبين يعانون من صدمات كبيرة، الإسرائيليون لا يزالون يعيشون مع صدمة 7 أكتوبر، الفلسطينيون يعيشون أيضا مع صدمة ما يحصل في غزة الذي هو أمر كارثي. الجانبين يعانون من صدمة كبيرة، وكلاهما غير قادرين على فهم ألم الجانبين، ولكن يجب أن نعمل لنصل إلى مستوى من التعاون بين الجانبين، ولا نستطيع أن نستسلم على السلام ومن غير المنطقي أن نتهم فقط الجانب الإسرائيلي. إذن فكرة التخلي عن إسرائيل لا أعتقد أن ذلك صحيح. لذلك هناك جهود يجب أن نكون واضحين. شكرا جزيلا من تل أبيب، الدبلوماسي الأمريكي السابق والمبعوث الأسبق لعملية السلام في الشرق الأوسط دانس روس.